هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ خلفه؟ نعم، ما يستقبل شيء منه. إذا جاء عن طريق عن جهة الشمال ما يستقبل، أمامه مثلث، أمامه جدار مثلث، جدار مثلث، ما يستقبل شيء من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوه مثلث حتى لا يستقبل جدار القبر. فأنت تصلي شمال القبر وليس أمامك جدار. نعم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يقول ابن القيم. نعم، من جهة الشمال مثلث، ما تستقبل شيء من جدار القبر. نعم.